يا حلوين، رجعنا لكم بفيديو جديد، بس اليوم يوم استثنائي. اليوم عم بجهز لعيد ميلاد حبيبة قلبي وعيوني نانسي. اليوم مجهز لها مفاجأة بلشت فيها من اليوم، مع انه هيك على السريع. والشي الاهم انه انا عم بحاول ما تحس بشي، بس الفكرة ان علاقت انا وياه طلعت من البيت هلا، شافتني لبست هيدا الاوتفيت مثل ما شايفين. اوكي، لابس هيدا الاوتفيت لانه عندي فوتوشوت، فرجيكم شو مجهز بالفوتوشوت، ان شاء الله يعجبكم. طبعا هيدا الشيء عم بيكون لنانسي. رح نبلش بالفوتوشوت، رح نبلش باول مفاجاه لنانسي، الهديه طبعا اللي ححديها اياها، والشغله الثالثه والاهم يلي هي بكره رح يكون في اللوكيشن. وشو بتتوقعوا انتم؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. اكيد عمل لها شيء كثير سبيشل هالسنه، وان شاء الله يا رب يعجبها. انا بتمنى دائما نكون عم بزرع الابتسامه على وجهها. هيدي انسانه هدتني اغلى هديه بحياتي يلي هو البيبي، وانا اكيد رح اهديها اجمل هديه ممكن تتلقاها هالسنه ان شاء الله، وكل سنه ان شاء الله فجأة اكثر واكثر. انطرونا ان شاء الله يعجبكم الفوتوشوت. مشوا معي. هلا يا جماعه وصلنا مطرح ما بدي فجأة لنانسي بهديتها. في عجقه شكله فجأة. هيدا الشيء عشقة لنانسي وعشق كل بنت. يا مراحب، اهلا، كيفك يا محترم؟ اهلا وسهلا، صرت معود علي. حبيب قلبي انت، عروس انت، شيخ الشباب انت. السنسال اللي نقيته نانسي هديك كل اسبوع موجود. ايوه، بالحفظ وبالصان. هيدا اللي بدنا اياه موجود، ومعه البلاك موجود، ومعه البوندوني. هو هن. يا سلام. طبعا صارت هدية الفان كليف صارت موجودة معي، اللي منتظريتها اللي من اسبوعين قلتي يا ريت بتجيب لي اياها، يا ريت. رح تنصدم يا جماعة، رح تنصدم. جبت لها هديتها اللي كتير عم تتمناها واللي كتير منتظرتها، تستاهل اكتر بعد. طبعا هي الهدية التانية، الهدية التالتة بكرة باللوكيشن. هلا يا جماعة المصور احلى زلمة وصديقنا هادي اللي كتير مهضوم، مستر كاندي، ملقب بمستر كاندي. اللي بيحب الكاندي طبعا بيجي لعنده على المول بسنترو مول. احنا هلا موجودين بسنترو مول، منطلقين طبعا لنعمل منطلقين هلا لنعمل فوتوشوت، فان شاء الله يعجبكم. شو حيطلع شيء طاير؟ في شغله انا موتر بشغله، ما بدنا نحسس ناسي بشيء. اهم شغله تتلب بيتك ما تنزعل اياها. بفكر بالموضوع بقول لي انا اللي عطيان هم انه ما بدنا ننسى تشيك، بس هيدي هي الخبريه. ماشي معنا. وهلا يا جماعه الخير عم نجهز البوكيت الورد، هيدي الهديه الاولى طبعا للفوتوشوت اللي حيصوره حسين. فشو رايك يا حسين، شو حنعمل؟ حنعمل شيء يكون كثير قوي، شيء سبيشل. بدي اوصف فيك بكلمة بس مش عارف شو هي. حمودي، شو قال ارنب بلبس؟ الله حس عدم بتحس. يا ريت بتحس عدم ما بترجع بتقعد. أوكي. يخرب بيتك، واحد بفوت بالرومانتك فايبس. شو قال ارنب بلبس؟ ان كنت جميلة فقط علينا. والله العظيم اذا كانت حلوة من وراك رح تصير بشعة المخلوق. رفيقة الروح والدرب والعمر نانسي، بمناسبة عيد ميلادي، مش حي الله عيد ميلاد هيدي السنة، هالسنة عيد ميلاد مميز، وبالأخص لأنك صرتي أم. هيدا بالنسبة لإلي العيد ميلاد المميز كتير بالنسبة لإلي، وأكيد حفاجي تستاهل كل الخير، وإن شاء الله يا رب العمر كله سوا مع بعض. بحبك كتير. هلأ مجهزة حالة نانسي، حاطط لها الريبون. ممنوع إليك، ممنوع الزعبرة، ممنوع نشيل الريبون لنوصل. محمسة؟ يا الله، قربنا تنوصل، هلا الوقت المناسب. شو نانسي؟ متحمسة بس يلا بدك تخلصي؟ نانسي
هلا نانسي مشجع بدها توصل لتعرف شو هي الهديه من الاخر. هي اهم شغله تكتشف شوي قصص. عم تكتشف هلا شوي قصص الا اذا عم تزعبري. لا انا ما عم بقشع، بس عم تكتشف يعني انت زق لسانك بكلمه. اكتشفت الموضوع. اوكي انطرونا شغله واحده. في بنت جبتوها من عند كارانتينا. مين هالبنت؟ هي المكشفتها كارانتينا، بنت جايبها عيد ميلادي صعبة شيء. لا لك شكلها ضايع، حاسة حالها بغير عالم. على فكرة مغمضة عيوني لأنه أنت مع رموشي يتضايقوا. ايه منيح ما بأس. على كل هم نانسي، مين هيدي البنت اللي جبتوه على الكارانتينا؟ من كارانتينا عيد ميلادي. من كارانتينا عيد ميلادي. هذا هم الوحيد. هذا هم الوحيد. الشغل ايه الشغل اللي وصلنا. اوكي نحن وصلنا يا جماعة. طلع هاي. ما في فرد. نزلت على العلم. No copyright music. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to Nancy! Happy birthday to you! يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا نانسي سنة حلوة يا جميل. حققت امنيتك هلا. ايه امنيتك؟ امنيتك. لا حققت امنيتك. قالت لي بدي اياها بليز، يا ريت بتجيب لي اياها. قلت لها تكرم عينك يا رح تصير. ثانك يو بيبي. عم ندودك. هابي بيرثداي تو. يلا غنينا لسراج انا بحب كثير القلب. هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. Happy birthday to Siraj. Happy birthday to you. لحظة بس قبل ما نمشي. يلا تمام مبروك. بنهاية الفيديو ان شاء الله تكون عجبتكم الاجواء. كثير انبسطت انا، انبسطت بالكادويات وثانك يو لك. اهم شيء الكادويات. واكيد مجموعه العائله اخواتي تشكر الكل اللي طولنا هلا. ثانك يو ثانك يو. اوكي بدنا نشكر الكل طبعا على الدعوه الحلوه اللي عملتها لنانسي طبعا على البوت لاول مره. اول مره صار لي 10 سنين مش طالعه وهلا دخلت و ان شاء الله كمل الفيديو. ايه هلا بس قعد دخلت. ما بس المهم مش اول البوت. وما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل، واي شيء تعليقات مرتي الجاي حابين مثلا نعمل فيديوهات جديده اكتبوا لنا بالتعليقات ما تنسوا. ونانسي شو بتحب تقولي للمتابعين؟ حبونا ما بعرف. نانسي شو بتحب تقولي للمتابعين؟ شو بدي اقول لهم؟ بحبكم كثير. اوكي اوكي. ونانسي شو بتحب تقولي للمتابعين؟ بحبكم كثير وعملونا لايك وضلكم شوفوا فيديوهاتنا. ثانك يو. ما في شيء. باي باي.